لاحظوا أصدقائي المتابعين، هذا الحمام البري ما شاء الله، لاحظوا طوله وحجمه. منذ يومين هما يعني زوجين من الحمام، منذ أن قمت بحش الحشائش هنا وهم يتغذون من البقايا. كل عام نفس المنظر، لاحظوا هاهم إنهم زوجين دائما هكذا، شيء جميل جدا في المزرعة أن ترى هكذا الحمام البري. أصدقائي هذا ليس مثل الحمام الذي هو متواجد في المدن، هذا يشبه كثيرا لكن يعني له خصائصه التي ينفرد بها، فهو يعيش في الطبيعة وليس في المدن كما تعلمون. من الأمور الجميلة التي نراها في المزرعة ونستمتع بها، لاحظوا حجمهم ما شاء الله، لاحظوا شيء رائع يعني. شيء رائع وجميل جدا. في العادة هم يطيرون بمجرد سماع صوت أو بمجرد دخول المزرعة، ها هم قد طاروا. رائع، أتمنى أن تكونوا بخير أصدقائي الفلاحين. أنا هنا في المزرعة بصدد إكمال حش الحشيش أو قص الحشيش، سأعمل لكم فيديوهات حول مواضيع أيضا. أتمنى اليوم إذا كان بالمستطاع يمكنكم ترك تعليقات، إذا فيه أي استفسار مرحبا بالجميع. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.